قرار لوزارة النفط العراقية تسبب بأزمة في محافظة النجف. توقف مفاجئ لعشرات مشاريع البنى التحتية المحالة من قبل هيئة الإعمار بعد رفع الوزارة أسعار مخلفات البترول إلى 3 أضعاف. وزارة النفط العراقية بادرت لاتخاذ قرار مجحف برفع أسعار مادة الإسفلت وكافة المحروقات، مما أدى إلى شحة المنتوج وأيضا مشكلة كبيرة للسادة المقاولين، كون أسعارهم كانت موجودة على الأسعار السابقة. رفع السعر أصبح على عدة مراحل، ابتداء من 200,000 السعر الأصلي وصولا إلى حوالي 700,000، والمشكلة يقولون قابل للزيادة. اللي يصير أنه المقاول العراقي أدى جدوى اقتصادية حاسبها على الأسعار السابقة. تفاجأنا بهاي الأسعار المهولة اللي صارت والارتفاع. هاي الأسعار رفعت الأسعار، أسعار يعني المتر المربع للطرق بأكثر من 100%. هاي الأسعار اللي اجت، والآن هذه تهدد مو فقط المقاولين وإنما طبقة العمال والمهندسين والكوادر الوسطية، إنه هذه راح المقاول من يوقفون هم، فهذه فد بطالة جديدة راح تنتج بالشارع. وصف بغير المدروس، هكذا انتقد نواب عن محافظة النجف قرار الوزارة الأخير والذي اعتبرته جهات تنفيذية أخرى بغير القانوني، بينما اعترض مقاولون على السعر الجديد كونه تنافى مع العقود المبرمة مع الوزارة في تسليم المواد الخام الخاصة في صناعة الإسفلت. لدينا عمل مشترك إن شاء الله على مستوى النواب ولجان الطاقة وكذلك لجنة النزاهة، بعد العطلة التشريعية إن شاء الله سنعقد اجتماع يتعلق بموضوع تجاوزات وقرارات اللي نعتبرها جزء من الفساد اللي تصدرت من وزارة النفط برفع المشتقات النفطية والمحروقات. الأمر الذي سيؤدي إلى إيقاف عجلة البناء وإعادة الإعمار. زيادة أسعار الأسفلت وتغيير سعرها من العراقي إلى الدولار دون سابق إنذار، بعد اعتراض وزارة التخطيط، مما أدى إلى توقف العديد من المشاريع، منها التبليط والمقرنص والكثير من المشاريع اللي تهم وتمس حياة المواطن بشكل مباشر. تهريب المشتقات النفطية إلى إقليم كردستان فساد أدى إلى أزمة شحة الوقود وعدم توفيرها للمعامل المنتجة لمواد البناء وتوقف عمل الشركات التي تعاقدت معها الدولة لإكمال البنى التحتية. أحمد الحسين، قناة الرشيد، النجف الأشرف.